محرز الحسن طلق زوجته في مرض موته، هل ترث في تركته؟ قولان للعلماء، فإن عثمان لم يورث عبد الرحمن بن عوف لما طلق زوجته في مرض موته. وقال آخرون من أهل العلم لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فإذا كان طلقها وانتهت عدتها فلا لا ميراث لها، من كانت في العدة من طلاق رجعي فما زالت زوجها ترث،